مرحبا بكم مجددا، وصلنا إلى آخر فقرة من البرنامج حول هذا الموضوع. هو طبعا مثير ومستمر للكثير من المشاكل الصحية والاجتماعية. ألقات هذه العادة نقدر نقول عليها سيئة، ولو راح يزعلوا مننا من يتناولها، فهي طبعا تعطي وهم للطاقة والنشاط لدى المستخدمين الذين يتناولون هذه الشجرة بشكل يومي. للأسف أنه ما زال منتشر بين عدد من الدول، ومن ضمنها أيضا بلدنا الحبيبة، لكنه ينتشر أيضا خاصة عند فئة الشباب لا غنى عنه في بعض جلسات التخزين التي طبعا تعتبر استضافته لأكثر جلسة شعبية في اليمن. طبعا لا يعتبر مستهلك القات أنه مخدر، بل بالنسبة لهم هو منبه يمضغ ويخزن في الفم، ومن هنا جاءت كلمة التخزين. لكن هل القات مخدر؟ وهل له فوائد؟ وهل هناك علامة تظهر على من يتعاطى هذه الشجرة؟ وما هي أضراره؟ نتشرف أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ دكتور طاهر عيضة، كلية الطب جامعة ذمار. صباح الخير يا دكتور طاهر. صباح الخير. وأهلا وسهلا بك، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. نورت مصر يعني. الله يسلمك، الله يحفظك. دكتور طاهر، لا شك بأن هذه العادة موجودة داخل مجتمعنا اليمني، لا نستطيع إنكارها. هناك يا دكتور للأسف الشديد متعاطو يزدادون يوما بعد آخر، يعني ربما بسبب الفراغ، بسبب أيضا الضيق الذي يعاني بعض الشباب، أنه يلجأ إلى القات هروبا من الواقع. في مجمل هذا الحوار كله، ما هي الأضرار الجسدية التي تصيب متعاطي القات؟ تحية للجميع، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم لهذا اليوم. وبالمناسبة هن شعبنا العظيم في ذكرى وحدته 23 22 مايو، ونتمنى ليمننا الحبيب التقدم والازدهار والوحدة الدائمة، لأن الشعب اليمني هو موحد، إلا الحمد لله السياسيين هم اللي انفرقوا، وأنا آسف اللي فرقوها. إنما القات موجود في اليمن منذ حوالي 500 إلى 600 سنة، وجانا منين؟ جانا من الحبشة حسب ما بنقرأ في التاريخ. القات مادة منبهة وليست مخدرة، منبهة وليست مخدرة، لأن القات فيه نسبة بسيطة من اللي نسميها الأمفيتامين، اللي هي المادة المنشطة، وإذا كثرت يتحول إلى مادة مخدرة إذا زاد، لكن نسبته هو بسيطة في يعتبر منبه. يعتبر منبه، مادة منبهة، منبه بسيط. نعم، لذلك تشوف الذي يتعاطى القات تشوف أنه نومهم قليل، مش كويس نومهم، مثل مدمن القهوة مثلا، أرق وقلق بيصحى. أيوة، لأنه عندما يتعاطى لساعات طويلة طبعا هو بيمتص، وفيه المادة هذه المنبهة إضافة إلى المواد الكيماوية التي تستخدم في الأسمدة علشان تحسين نوع القات، وعلشان أنه يطلع بسرعة. فهذه المواد الكيماوية هي الكارثة، هي الكارثة أكثر من القات الذي ينبت طبيعيا في بدون إضافة الأسمدة. فالمادة هذه المنبهة هي اللي تخلي الشخص مثلا، يعني علشان نكون واقعيين في مجتمعنا، تخلي بعض الطلبة، أنا أتكلم على الطلبة الجامعيين الذين هم بيخزنوا أو يتعاطون القات، يذاكر لفترات طويلة، يخليه مشدود شوية، لأنه يرفع له الضغط شوية، يزيل له النبض ويكون ثابت. القات مش مخدر، يعني ثبت علميا أن مادة الأمفيتامين هذه هي مادة بسيطة فيه. فهذا بالنسبة ما يخص كمنبه أو كمنشط، أو يعني علشان لما الواحد لما يذاكر، أنت تلاحظ ابنك ولا شيء لما يذاكر وهو عاد طفل مثلا 9 10 سنوات مش عارف إيش القات ولا بتعطى، شو يذاكر شوية وتشوفه قد نايم فوق الكتاب أو فوق الدفتر، تمام، أو في مكانه. لكن الذي هم طلبة جامعيين والذي ما أخص اللي هم في اليمن الذي بيتعاطى القات، ممكن يذاكر ويتعاطى القات ويساعده في أنه يبقى منتبه، يبقى نشيط، لأنه يرفع له الضغط وينبهه ويذاكر. يعني مثل الأشخاص المتعودة دائما على تناول القهوة بكميات كبيرة، صح؟ القهوة تناولها المركزة
أضر من القات. أنا أشوفها أضر من القات، لأن أنت تشوف لما تشرب نسكافيه مثلا المساء مثلا تشوف أنه ممكن يسهرك، لأنه مادة الكوفئين فيه مادة كثيرة وتسهر أكثر. القات صح أنه يسهر نوعا ما، بس لأن أنت بتتعاطاه يعني 6 ساعات 5 ساعات 4 ساعات يعني كثير. لكن في برضو شهادة علشان أن احنا يعني نكون عادلين، يعني أنه مثلا شوف الأسطى ولا إيش سموه البناي اللي يبني البيوت مثلا في اليمن الحجر، تشوفه مخزن وتشوف الساعة 5 الساعة 4 بعد العصر مثلا وهو في أعلى مكان في المبنى أعلى مكان أو في المبنى بكامل، أنت تخاف تشوف له عنده وتخاف، وهو بيبني واثق مركز ومركز وعارف ويخزن والماء جنبه ويشرب يعني. لكن هو ممكن يا دكتور يعني يتناول البدائل مثلا انواع اطعمه معينه او شيء معين يعطيه هذا الطاقه لاستكمال عمله افضل من القات. زي ايش مثلا؟ انا لما اكل تفاحه ولا برتقاله خلاص اكلتها، ما استطيعش اكل ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه، لكن القات هذا يستمر ايوه يبقى طويلة. يبقى بالفم لساعات طويله، امتصاصه بطيء يبدأ بطيء تمام، وما أكلش بكميات كبيرة في وقت قصير. طيب يا دكتور طاهر، في كل المعلومات التي أنت ذكرتها هذه كلها تأثيرات بتأثر على الجهاز العصبي لدى الإنسان. نعم. ما هي الأضرار الصحية بسبب تناول القات التي تؤثر على الجهاز الهضمي تمام وعلى المعدة؟ تمام. القات بحد ذاته لما يجلس ساعات طويلة في الفم، نأخذ مثال حي، شوف إنسان مولعي يخزن 5 ساعات 6 ساعات في اليوم، وشوف إنسان مش مخزن. أنا مش مخزن وبعمري هذا، شوف أسناني كيف شباب ما شاء الله سليمة 100% الحمد لله، لكن شوف واحد مخزن تمام، شوف حتى لو عمره 30 ولا 40 سنة شوف أسنانه وفمه خرابة، اللثة بتتراجع، الأسنان بيحصل لها تسوس، بيحصل لها تغير في الألوان تمام، بيحصل لها التهابات، يحصل لها تقرح بسبب القات. أضف إلى ذلك بعد الفم الحنجرة أو الحلق أو البلعوم يحصل لها التهابات، يحصل لها تقرحات، والأسوأ من ذلك إذا كان القات هذا مضاف إليه مواد كيماوية أو مبيدة للحشرات تمتص في المزرعة نفسها، وتطلع المواد هذه إلى القات، ويطلع القات كذا منظره يا سلام جميل، لكن داخله إيش فيه؟ داخله مواد كيماوية مبيدات حشرية تأثر على جسم الإنسان، تأثر على الحلق، تأثر على المريء، تأثر على المعدة وتعمل تقرحات. القات بحد ذاته قلوي، المعدة ايش هي؟ وسطها حمضي خفيف، فانت عندما تضيف مادة قلوية على حمضية تخفف الحمضية، ما في شهية للأكل. احنا عندما نأكل يعني فقدان الشهية، فقدان الشهية. اضف الى ذلك القرح، لما يكون الوسط قلوي تكون القرح اكثر واسوأ أسوأ جدا، يعني القرح هذا في الوسط القلوي في المعدة أسوأ بكثير ويتحول إلى أورام خبيثة في المعدة. يا دكتور طاهر، أنت طبعا كلنا نعلم بأنه القات يتم استخدام فيه المبيدات حتى المحظورة استخدامها على أي نبتة زراعية، بمعنى أنه القات هل ممكن أن يؤدي إلى سرطانات في المعدة؟ أنا يمكن قرأت إحصائية يمكن قبل 10 سنوات بأنه هناك حوالي 20,000 يمني مصاب بالسرطانات سنويا. هل القات هو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟ طيب في المعدة يعني. يعني سؤالك جميل جدا ويجب أن نخوض فيه. نحن هنا في جمهورية مصر العربية، نحن هنا في القاهرة، ويأتي إليها آلاف المرضى اليمنيين للعلاج هنا. يعني وضعنا كذا. بيجوا لك مرضى يتعالجوا مثلا لسرطان المعدة وسرطان الكبد، أيضا سرطان الكبد تشوف أن في سرطانات يعني ناتجة عن التهابات مثلا فيروس بي أو فيروس سي تمام، وفي يجي تليف الكبد وسرطان ما بعد يجي سرطان الكبد بدون ما في فيروس. أيش السبب؟ أيش السبب ليش كذا؟ لأن الأخوة اليمنيين بيتعاطوا القات، بيتعاطوا فيه مواد كيماوية
تشوف الا في سرطان للمعدة وفي سرطان للكبد بدون مقدمات اللي هي الفيروسات اللي تتطور الى تليف الكبد والى سرطان الكبد. فتشوف انه في ليفر سيروزس تمام وذاوت بي وذاوت فيروس سي، يعني بدون ما يكون في فيروسات. طيب اي سببه؟ الأخوة الأطباء هنا في جمهورية مصر العربية وصلوا إلى نتائج، وأنا متابع الكلام هذا، إن في سرطانات وفي في تليف للكبد للأخوة اليمنيين بدون ما يكون في فيروس لا بي ولا سي. فالمشكلة أي شيء إن إحنا بنتعاطى القحط، إن إخواننا بيتعاطوا القحط بكميات غير محسوبة غير موزونة. لما يجلس لك كل يوم 4-5 ساعات وهو يعلك تمام، ويعلك يعلك صح ولا صح أو يلصب تمام، يعلك تمام، تشوف التقرحات في فمه، تشوف أسنانه بين قوسين خرابة، اللثة والفك، اللثة تراجعها، الأورام، الحلق، المريء، رائحة الفم أيضا يا دكتور خليها على الله، ما بينا نقربش منهم. طيب يا دكتور، بعض الأشخاص مثلا يقول أنه تناول القات لفترة لكنه صحته جيدة، ما عندوش أضرار في اللثة، متابع دكتور الأسنان مثلا، مهتم بصحته، كلامه صحيح ولا ممكن تأثيره يظهر مستقبلا على مدى بعيد؟ هو ده فعلا كلامه، يعني فعلا هو يظهر قد يتأخر شوية إذا هو مهتم في صحته، زي ما حضرتك يعني تكلمت إذا أنه يعني ممكن بيظهر متأخر، لكن حيظهر لانه بيتعاطى القات، المواد كيماويه في فمه، حتى لو نظف هو لما كان بيجلس عده ساعات وهو والقات في فمه، والغالبيه منه يمتص الى المعده، الى المعده عن طريق الحلق، الى المريء، الى المعده، الى الاثنى عشر، الى الجهاز الهضمي كله، وهذه المواد كلها وسمومها كلها تمتص وتوصل للكبد وتوصل للكلى وتوصل للجهاز العصبي، وان البيت كله خرابه يعني ممكن يعني مع مرور الوقت. أضف يا دكتور إلى ذلك لو عادوا صاحب مزاج عالي بيأخذ مشروبات الطاقة 4-5 أنواع 6 أنواع مع الزبيب مع القديد مع الغازيات مع هذه عادي كارثة أكبر، وهذه عادي بيزيد الطين طيب بلة. شوف يا دكتور، هي قضية الموضوع هذا يعني نقول جزء من الحياة الاجتماعية في اليمن للأسف الشديد، عندما يغادر الشباب إلى الخارج فرصة أنه يبتعد عن القات، فرصة أنه يبتعد أنه يغادر خارج اليمن. لكن للأسف يا دكتور نلاحظ بعض الشباب في بعض الدول الأوروبية وربما ضمن الولايات المتحدة، وأنت كنت هناك، للأسف الشديد بيوصل لهم القات تقريبا من كينيا ومن أثيوبيا، يعني للأسف الشديد بأنه يستمر في تناول هذه يخزن حتى هو في الخارج. يعني طبعا هذه عادة سلبية جدا ولمسناها، لمسناها جدا، لكن زي ما حضرتك برضو تكلمت إن الفراغ هو الذي يخليهم يعملوا هذا الحاجة. مثلا في اليمن الفراغ، يعني الموظف مثلا بيشتغل للساعة 1 الظهر ولا للساعة 12 وروح تمام، تغدى أكل وشرب، مش متعودين إحنا في اليمن هننوم بعد الظهر زي ما بعض الدول تمام، نرجع نقول وين نروح يا أخي، يلا نجتمع، يلا نعمل لنا تخزينة، يلا مجيلة. تمام مقيل وجلسة ومدكة، وربما يكملها بالشيشة أو بالسجارة أو حاجة المداعة تمام، وهذه برضو كلها كوارث على الصحة، على الفم، على المريء، على المعدة، على الكبد، وكلها كوارث. بالنسبة للذي مثلا بالخارج اللي بيوصلهم القات مثلا من أثيوبيا ولا من كينيا ولا مش عارف تمام، برضو هذه حاجة هي مش كويسة، لكن هم قلة جدا، وزي ما تكرمت هو الفراغ اللي بيخلي الشباب يلجأوا له، يخلي الجماعة انه يجتمعوا، تعالوا نجتمع، تعالوا نجلس. وانا لاحظت هذا، شفته يعني مثلا في امريكا انه بيجلسوا، اشوف لا خزن ما هو هذا، ما اشوف انه البعض يكون مطحون مثلا، وبعض يجي طري، عدو طري بعضه تمام، لكن برضو هذه عادة سيئة وسلبية. وزي ما تكرمت خذ لك فاكهة، خذ لك برتقال، خذ لك رياضة، رياضة تريض أحسن لك من هذا العادة. يا رجال خلنا نجلس، خلنا نتذكر، خلنا كذا تمام، لكن هي مش منتشرة أوي زي ما يقول، يعني مش منتشرة كثير إلا عند البعض كذا، وفي حالة نادرة في مناسبات كذا بسيطة يعني. طيب يا دكتور، أمراضه أو الأعراض الجانبية وأضراره ممكن تزيد مع مثلا أمراض الأمراض المزمنة مثلا السكر، الضغط، هذه الأمراض ممكن تزيد أيضا؟
القات بحد ذاته يرفع الضغط. إذا رفع الضغط عند إنسان عنده أصلا ضغط الدم يعني عنده فوق 40 سنة مثلا 45 سنة، في السن هذا يبدأ الضغط، يبدأ السكر عادة هكذا يعني في ملايين البشر. لكن فاليمني عندما يزيد يضيف انه يخزن يزيد يرفع الضغط زيادة، تمام، وتشوف بعض الأوقات العلاج جنبه، علاج الضغط ولا علاج السكر. أيوة ولا منتظم على أخذ الأدوية، لكن أي لكن برضه هو بيزيد الطين بلة طبعا، هو بيزيد بيلخبط الأمور، بيلخبط الجهاز الهضمي، الكبد، الكليتين، تمام. لكن هو إيش ميزة القات؟ إنه عندما يقلل حموضة المعدة أو يزيلها مثلا تقل شهية الأكل، ما بيأكل. شو تلاحظ إن الذي بيخزنه الذي بيتعاطى القات ما بيتعشش، أو إذا يتعشى عشاء بسيط خفيف. هذا مثلا اوكي يحميه من السكر انه ما بياكلش، يعني السكر بيكون كويس، لكن بيضر في مكان اخر، بيضر طبعا لانه داخله مواد سموم، داخله مبيدات حشريه. يعني اكتشفوها الاخوان يعني هنا الدكاتره في مصر انه تليف الكبد نون بي نون سي، يعني بدون فيروس الكبد البي ولا السي. طيب تليف ايش سبب هذا؟ اتضح انه المواد الكيماويه المستخدمه في الزراعه اللي تعطى بالذات للقات، والشباب يعني القات منتشر في اليمن بشكل كبير. بشكل طيب يا دكتور، رغم احنا بنهاجم القات، لكن عشان نكون عادلين انا اسف، يعني عشرات الالاف الاسر في اليمن تعيش على القات المزارعين. صح انه يضر في الصحه العامه ويضر في المجتمع، هذا المورد الدخل الرئيسي لهم، مورد يعني لما يكون معاه مثلا زي ما نقول مثلا 1000 متر ولا 2000 متر ويزرعها قات، وبعدين يجيب لك 3 محاصيل في السنة، ربما أكثر لو زود المبيدات السامة. أيوة يدي لك 3-4 محاصيل في السنة، هذه دخل كبير. صح. لكن لما تزرع أنت مثلا حتى البن يعطيك في السنة مرة واحدة حصاد، الذرة أو الحنطة أو أي زراعة أخرى، تمام، يعطيك في السنة غرسة واحدة، محصول واحد. واحدة. لكن القات يعطي لك 3-4 محاصيل، وين وفلوس يعني. طيب الدكتور طاهر، النساء، هناك بعض النساء للأسف يعني تخزن القات وهي حامل مثلا، هل هناك أضرار على المرأة الحامل بسبب يعني تناول القات؟ طبعا المرأة كمرأة هي المفروض أنها مش مولعية زي الرجل بحكم تركيبها، أكيد تركيبها ونوثتها وعملها، وأنها مربية للأولاد، مربية للبيت وحاضنة للبيت، تمام. فعندما تتعاطى القات يعني بمبالغة شوية، تشوف أنه معدتها تتعطل، تشوف أنه شكلها يتغير، تشوف أنه فمها وأسنانها ولثتها تتغير، تمام. فما بالك يعني لما يزيد مثلا تحمل مثلا وتتعاطى القات؟ طيب هذا سموم، هذا بيضر الكبد، بيضر الكلى، بيضر الجنين ايضا، بيرفع الضغط، يعني التاثير بيوصل حتى للجنين وهو طبعاً في بطنها. طبعا لانه لما يرتفع الضغط اصلا الحوامل في كثير من الحالات بيرتفع عندهن الضغط، كثير الحوامل يرتفع عندهن الضغط. فانت لما تزيد ترفع الضغط وترفع النبض والمراه حامل، تمام، طبعا يعني ما بيفكروش بهذا. لكن انا اشوف انه اكثر الحوامل يحاول يتجنبوا القات، يتجنبوا، لكن اللي جازف بيشوف النتيجه. طيب يا دكتور، يعني بعض الشباب مثلا ان شاء الله يعني بعد ما يسمعونا ويكونوا كمان من التجارب السابقه يكونوا انتبهوا لهذه الاضرار، في حالة أنه تمام منعوا القات وتمام أو قللوا من استخدامه، كيف ممكن يحاولوا أنهم يتجنبوا الأمراض اللي ممكن تكون في بدايتها مثلا بس هو لسه ما اكتشفهاش عن تناول القات لفترات مثلا؟ الشباب إذا هو شباب المفروض أنه يعني يتفرغ للعلم، يتفرغ للرياضة، يتفرغ يطور نفسه، يطور مهاراته لغته، ما يتفرغش للقات. لذلك احنا زي ما تكلمنا في البلاد، تكلم الاستاذ صبري في البدايه انه الفراغ هو الذي بيعطي اليمنيين في اليمن بالذات، هو الذي بيخليهم يتجمعوا على اساس انهم يخزنوا مع بعض. فتشوف انه بيضيعوا وقتهم الغرض انه للتسليه والمتعه بدون فائده،
بدون ما يكون في فائدة. لو أنا مثلا أخذ دورة باللغة الإنجليزية، لو أنا أخذ دورة في الكمبيوتر، لو أنا أخذ دورة في أروح المسبح، أروح النادي، أروح أعلم أولادي مثلا، أحل معاهم الواجبات، تمام، أغير واحد لو أنظم حياتي صح، لكن أنا أخسر ماديا، وهي الكارثة هنا إن سعر القات اليومي أكثر من مصروف 3-4 أيام للأسرة. وللأسف يا دكتور كم نهدر سنويا من مليارات طبعا في شراء هذه النبتة، وكم أيضا بنهدر نعم صحة، وكم بنخسر نعم نعم أشياء كثيرة ممكن الإنسان يستغلها في حياته. دكتور طاهر أيضا أنا شاكر جدا حضورك معنا خلال هذا الصباح، أتمنى أنه من المشاهدين الأعزاء يكونوا قد استفادوا من هذه المعلومات. أتمنى أن المشاهد يستفيد، أتمنى أن الأخ الذي بيسمعنا وهو مولع عقات أنه يخفف على نفسه شوية ماديا وصحيا صحيح. ولأسرته، ويتفرغ للعلم ويتفرغ للرياضة ويتفرغ لما يفيده ويفيد أسرته وبلده. إذن شاكرين جدا حضورك معنا دكتور طاهر أيضا.